السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد البنات، وقبل ما نبداو هذا الفيديو هذا بغيت ندير المنتخب ديالنا. الحمد لله اللي درنا جوج على بلجيكا. صراحه كانوا بزاف ديال الناس، ماشي العرب ولكن بزاف ديال الناس اوروبيين، كانوا كيقولوا بلي المغرب طاحت واحد الايكيبو اللي صعيب بزاف، وبلي ولا بلي بلجيكا غادي تربحها. بلجيكا عندهم واحد بورتيرو مويفورتي وواحد الايكيبو مويفورتي، وتبارك الله وما شاء الله تبارك الله، ورينا لهم بلي المنتخب ديالنا قوي تبارك الله وما شاء الله. وكما كنعرفوا البنات خصنا نشجعوهم بزاف بزاف بزاف، حيت هو يعني الدوله العربيه بوحدها اللي بقات في المونديال، وكنتمنوا البنات حيت كيستاهلوا على داك الاسفورس ديالهم، كيستاهلوا بزاف يربحوا كاس العالم. المهم البنات الفيديو ديال اليوم، المهم انا لابسه كما العاده قميصيطه ولكن هذا الشكل اخر ديال المغرب. ديك المره اللي فاتت كنت لابسه ديال زياش، وهذه لابسه فيها الرايه مغربيه، وهذا القرد الحبشي ما خلاتنيش نصور، كتمشي من عند الكاميرا وكتحركها لي كتشوفها مزعزعه، ودابا راه كتعضني قالت لك خليني. المهم البنات دابا غادي نبداو الفيديو ديال اليوم، والفيديو ديال اليوم غادي نهضروا هو مهم بزاف على تساقط الشعر. كما كنعرفوا البنات تساقط الشعر ما كاين حتى شي مراه حاليا اللي ما كيطيحش ليها شعرها، كلنا كيطيح لنا شعرنا. الا ما كانش كيطيح لك شعرك حيت بالستريس، يكون يطيح لك بشي حاجه اخرى، عندك مثلا انيميا، فقر الدم، اي حاجه، المهم نقص في شي فيتامين كيطيح لك الشعر، الغده، اي سبب كيطيح لنا الشعر. ولا ما كانش فيك هاد الامراض هادو ستريس، حنا دابا عايشين في واحد الوقت اللي ستريس بزاف، والستريس البنات راه هو اللي كيقرع الراس. المهم انا صراحه كنهضر لكم على ستريس، انا براسي ما قدرتش نتحكم فيه، وانا حتى انا من وحده من داك الناس اللي كيطيح لهم شعرهم بزاف، وجيت نشارك معكم البنات لواحد البرودوي اللي غنبقى نعاود نشاركو. علاش؟ حيت هو اللي كيوقف التساقط، وهو اللي ما نقدر المنتج البنات زوين بزاف 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 كيوقف التساقط ديال الشعر، ولكن الا كان فيك الغده ولا كانت فيك الا كان فيك فقر الدم من الاحسن بلا ما تستعمليه، حيت غادي غير تخسري فلوسك والتساقط ما غاديش يوقف لك، حيت انت عندك الغده والتساقط غادي يوقفوا لك الدواء ديال الغده، يعني ماشي شي دواء اخر خاص بالتساقط هذا. الا عندك مشاكل فروه الراس، عندك القشره، عندك فروه الراس كتضرك بزاف، القشره كتلوح على البنات الشعر، عندك شي حاجه هكا اللي ما تكونش لداخل غيوقف لك التساقط. المهم هذا المنتج ابدا دائما كنوري لكم كيدير ب 10 اورو في الفارماسي، المهم كتعطيها 10 اورو كترد لك شي سنتيمات 9 اورو شي حاجه، وكدا 90 ولا كدا 80، المهم ولا فارماسي والثمن ديالها. هذا البنات سميتو ريسور بيل، زوين بزاف، وراه شاركت معكم بزاف ديال المرات. هذا كانت واحد البنت سولاتني قالت لي واش هذا سيرو كيتشرب؟ لا هذا ما كيتشربش، هذا شرحت لكم بزاف المرات في الفيديوهات، قلت لكم البنات كنشققوا به الجلده ديال شعرنا، وهذا البنات راه كينبت الشعر، يعني كينبت وكيوقف التساقط، ماشي داك الدواء اللي غير كيوقف وما كينبتش، هذا كيدير لك الخلف. كاينين الناس بزاف، من النهار وريت لكم اول وحده وريت لكم على اليوتيوب هي انا، كما كتعرفون انا ديما كنبش في المنتجات وداكشي، حتى كنلقى شي حاجه زوينه وكنجي نشاركها معكم، وادرش كنت شاركت معكم مده طويله بزاف، ولكن دائما كل خريف كنبقى نشارك معكم، وكل برد وقت ما هضرتوا ليا بلي نهضر لكم على شي حاجه ديال التساقط، دائما هذا كيكون بريسينتي، هذا دائما مستحيل ما يكونش في الدار، هذا اللي ما كانش في الدار راه غادي نقرا ضروري 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 كنوقف به التساقط وكنوض به الخلف. المهم مره كنعكز عليه، ما نجي نقول لكم بلي واو انا راه كندير شعري وكنطلع فيه، مره كنعكز، انا ماشي من داك النوع اللي كيجي وكيدير بزاف الماسكات وكيطلب داكشي، كنعكز عليهم حتى انا بحالي بحالكم. ولكن فاش كتشوفي شعرك كيطيح بزاف وانت كدوشي وكتلقاي البانيره كل عمره بزاف كتصدمي، كتقولي يا ربي بغيت نلقى غير شي منتج اللي سميتو. كاين الناس اللي هما ما كيعكزوش على راسهم، راه كيشاهدوني دابا وباغيين هما غير شي منتج اللي يكون افيكاس باش يداوي ليهم راسهم. المهم هذا المنتج هذا ما غاديش تلقاوه لا في اسبانيا لا في الدول الاوروبيه، حيت هذا المنتج البنات مصنوع في واحد لابوراتوريو في برشلونه، هذا البنات مصنوع في اسبانيا وكيتباع غير في اسبانيا. ولكن انا فاش قلبت وبحثت في الاول باش نشوف الناس اللي ما كاينش في اسبانيا واش يقدروا يشرو في بلايص اخرى، عندكم البنات اي باي، وعندكم الناس اللي خدام ليهم اي باي في الدوله ديالهم يقدروا يشرو في اي باي، والناس اللي عندهم امازون راه شفتو حتى هو كيتباع في امازون، المهم نفس الثمن 10 اورو، يعني ما زادوش عليكم حتى شي حاجه. المهم البنات كما قلت لكم هذا في واحد الالكول، وفيه بزاف ديال المنتجات اللي كيوقفوا التساقط وكيحيدوا القشره، ولا كانت الفروه ديال الراس ديالك كضر كل مريضه كيداويها. كاع الناس شكروني عليه، وكاين الناس اللي كيقول لك راه درتو حرش ليا شعري، راه ضروري البنات
الكول سميتو. وانا كنقول لكم ديروا في الجلده، ماشي كنقول لكم طلعوا الشعر ديالكم، لا طلعوا الشعر ديالكم بالسيف غادي يحرش. ولكن الناس انا الصراحه فاش كيتسقط لي شعري خليه يكون حتى كالحلفه، عرفتي، يكون السدره ديال النبك ماشي شغلي انا. المهم انا شعري غير ما يطيح، يكون حرش، يكون ديال ما نعرفهاش، ديال داك الجيكس اللي كنحكوا به في الكوزينه، خليه هكا كان بغيتو حرش. المهم غير ما يطيحش، فهمتو؟ حيت كيجيو الناس كيقول لك ايوا بغيتو حرش، هما راه قال لك تساقط، ماشي قال لك ديال الرطيب، ماشي قال لك مثلا هذا راه كيرطب، هذا راه فيه الكول غيكون كيحرش. ولكن خليه انا واخا يحرق لي شعري، المهم انا غير ما نشوفش الزغف في المشطه طايح بزاف، ونلقاه في الكامه في الارض، حيت انا فاش كيكون كيطيح لي شعري كنلقاه فوق الكامه، كنلقاه في الفراش، كنلقاه في الدوش فين كان مشط هذا الدار كلها كتعمر بزاف. انا داكشي انا غير ما نشوفش الزغب، وما نشوفش الفتحات في راسي ولا داكشي، ولا قدام راسي هارب، انا غير يحرش ولا يكون اللي بغا يكون. المهم البنات هذا انت الا بغيتي مهمك الشعر كيكون حرش ولا سميتو، ديري غير الجلده ديال شعرك. انا صراحه كنستعملو بواحد الطريقه صحيحه اللي ما كيحرش ليا شعري، كنفرق كامل حتى كتبان الجلده، وكنبقى نديرو في الجلده ديال شعري. الناس اللي كيشدوه كيبقاو يديرو هكا، وكيبقاو يديرو هكا في الشعر ديالهم، راه بطبيعه الحال حيت هو فيه الكول وفيه راه غادي يحرش لك شويه، ولكن غير خليه يحرش. المهم هو يوقف لك التساقط هذا البنات. فاش كديري يوميا يوميا في 7 ايام سيمانه كيوقف لك التساقط، ما بقاش مازال تشوفي التساقط ديال ما عمرك تشوفي مازال، غير بقيت مشطي والمشطه ما طيح لك فيها حتى زربه. المهم البنات الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايكات، وما تنساوش الدعم ديالكم، وتكومبارطيو الفيديو ديالي، وكنشكركم بزاف، وهذا هو الخير اللي غادي ديروا فيا الا كتكومبارطيو البنات الفيديوهات ديالي. وشكرا لكم، وبسماحه الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.